كابتن جمال الغندور له رأي في هدف الأهلي الملغي. كابتن سمير عثمان قال لك الهدف شرعي وصحيح، وانا لو مكانه مش هروح للفار اصلا. هو لو الفار قال لي كذا ورا ايه هتشوفوا ايه تاني؟ بينه وبينها 3 4 ياردات وعمال يشاور بيديه ويقول لك العب العب صح مفيش مشكله. وبعد كده انا ليا تعليق على الجزئيه دي، بس ما نسمع كابتن الغندور. نسمع كابتن جمال الغندور. طيب عشان ما حيرتش بالنسبه لي. لا انا خلاص انا فهمت حيرني ايه. طيب انا ممكن اترجم طيب. لك طيب اتفضل. خلاص الهدف صحيح. ليه الهدف ليه؟ صحيح لان الحكم لأني ما عنديش ما يثبت عكس ده. بالظبط كده انا صح، ما عنديش ما يثبت عكس ده. لا ترجمتي الكلام حضرتك صح. مش ما عنديش انه ما حصلش، ما عنديش صوره ايوه يعني تثبت عكس ده. ترجمتي الكلام حضرتك صح. تمام. يبقى انا في الحاله دي عندي قرار اتخذ في الملعب وما عنديش ما يثبت عكس هذا القرار، ما عنديش صوره تثبت. أيوة. على فكره من الممكن ان يكون هناك قفز باليد او سند باليد قبل التسجيل، لكن مش في الحاله دي. انت على خط المرمى، انت الزمن المستهلك هنا ما تقدرش تعمل فيه حدثين. تمام وضحت الزمن المرتكب هنا يتعمل فيه حدث واحد. وضحت كابتن. طب الكابتن غندور انا تابعت الفقره دي بالذات، كان بيحلل ان الفار لا يستدعي الحكم الا عشان ما يوريله حاجات هو ما شافهاش. ايوه تمركز الحكم كان اقرب واكثر دقه من الفار من الفار، وقال ان لو هو اللاعب طلع بايديه على ال بص دي اللقطه الذهبيه الحقيقه يا باشمهندس. اتفضل. هو وحدد ان لو دراعه اليمين استند على اللاعب، لان هو هنا ما يقدرش بدراعه الشمال دي كده لانه خد خطوه لورا وراح ناطط. قال التوقيت مهم. التوقيت يعني ايه؟ الكره من ارتدادها من العارضه وهي قريبه جدا من خط المرمى ما تسمحش ان اللاعب يرتكب خطا يوقف ويستند. بالظبط. ما يحصلهاش. بالظبط. فقال تعالوا بقى نشوف اللقطه اللي قبل دي، اللقطه اللي قبل دي هي اللي كاشفها. هو طار ولعب طار. بص يا باشمهندس الكرة كده نازلة من العارضة، نازلة من العارضة أقرب لدماغ واحد من الاثنين. أيوة واخد بالك؟ طب الراجل المدافع ما نطش ما راحش. أيوة لسه مدافع رجله على الأرض. وأيمن أشرف نظرته عينيه لفوق للكرة بياخد التكوف. بياخد التكوف. دي اللقطة المهمة جدا يا جماعة. مين اللي بيحوش التاني؟ هنلاقي بص شايف مدافع البنك إيده اليمين بيمنع أيمن أشرف إنه يتقدم. لا ده في واحده اوضح اللي بعد منها ايمن راح رايح للكوره راح موطي في واحده ورا. اوضح منها يا رب تكون عندك برضه. اهي لا مش دي اللي قبليها. لا في واحده بقى الاتنين. هما الاثنين بس. ايوه وواضح ان اللاعب بيعمله بايده بيحجزه. ما هي اللي قبل دي، هي اللي قبل دي هما الاثنين فقط. في واحده لوحدين كده ايمن وايمن واللاعب فقط اللي قبل دي. انا هوري لك اللي قبل دي. اللي قبل دي ما اداني شفتها استاذ ابراهيم. اللي قبل دي الكادر شامل لعيبه ثانيه واقفه جنبه. في كادر لا ده دي هو بعد ما لعبها خلاص. نط لعب كويس. فانت هو في مرحله الهبوط خلاص ولعب وبيهبط. بالظبط. هيروح فين؟ بالظبط. اللعيب قدامه. بالظبط. بالعكس وايد ايمن اشرف اللي كابتن الغندور اتكلم عليها شايف طايره فين؟ اليمين. قال لو ايده اليمين دي ركزت كان يبقى طالع على اللعيب. بالظبط. فادي اليد اليمين. في ما علينا، في واحده ثانيه هبوريها لك بيني وبينك. انا هو لوحده في الكادر مع ما هو الكادر المقصوص من اللقطه الاولانيه. مقصوص. لو جبنا ايوه مقصوص هات اللقطه الاولانيه كده. ما انا شفتها يا استاذ ابراهيم. هو مقصوص من اللقطه الاولانيه. اهي بص والحكم الحكم شايف اقرب واحد فين؟ الحكم اهو. الحكم اهو دي اهم حاجه بقى. لو كان شاف فيه قفز على الخصم كان 100% حسب. يعني احنا بكل ملاحظاتنا على التحكيم امبارح انا ما اقدرش اشيل الحكم دي غير انه راح للفار، لان هو لما يروح للفار هو عمل ايه بقى؟ خد بالاسلم وانا مالي احدفع على الفار. ايوه واخد بالك؟ فانما هو قراره وقناعته حسبها، هو كان واقف جنبها. كابتن جمال غندور قال تعليق مهم جدا. هل الفار قدم لنا ما يثبت ان حصل حاجه صورة. الحكم ما شافهاش؟ ما قدم لناش، لان القفزه دي كانت قدام الحكم. الا اذا كان في حاجه ما شافهاش فما قدمش ما يثبت ان هناك سبب يدعو الى الالغاء لم يراه الحكم. طيب تعالى الحكام المصريين قسموا
طب الحكام المصريين في حساسيات وفي حاجات كتير واعتبارات كتير، خلينا بقى من الحكام المصريين.